تقع المجزرة العربية أو الساعة الشمسية في تقاطع الدواسة. طبعا المجزرة تعرضت لبعض الأضرار أثناء عمليات التحرير، ونحن الآن في تقع ضمن مشروع تقاطع اللي هو يمتد من تقاطع السرجخانة إلى تقاطع الدواسة. فجدنا توجيهات بأنه إعادة ترميم الجزرة، ترتيب الجزرة من ضمنها المجزرة. فقمنا بعملية تفليش المجزرة قطعة قطعة، وتم تصفيتها وترقيمها من أجل أنه تعاد من جديد عن طريق أشخاص مختصين استشاريين حتى يعيدها الجمالة. القطع المتضررة راح يتم استبدال بعض القطع المتضررة، والقطع اللي أصلا تعبانة راح يتم ترميمها طبعا حسب النحاتين والمعامل الحلاني اللي أيضا عتقوم بالإشراف عليها. طبعا أيضا راح يتغير المنسوب مالها، راح نقوم برفع منسوبها، بعمل بعض اللمسات الجديدة حتى تظهر بمظهر جميل بالنسبة لمدينة الموصل. يعني طمن المواطن أنه هي موجودة؟ أي طبعا 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 لا لا طبعا موجودة، لا لا طبعا موجودة، وإن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله بعد الانتهاء من أعمال ترميمها راح ترجع المزولة لمكانها الأصلي. طبعا احنا خلينا قطعة إذا انتبهوا المواطنين، بس احنا اللي نوجه أنه المزولة راح تعاد إلى مكانها، ومن حق المواطن أنه يسأل عن أي شيء تابع للمدينة، أثري قديم له تاريخه، يعني لازم المواطن يتابع. بالعكس احنا ما يجوز صار سوء فهم، بس احنا ما انزعجنا. متى ستعاد؟ والله ان شاء الله، لان هو اعمال تركيب احتمال الاسبوع القادم ان شاء الله يكمل التركيب مالها بالكامل وتعاد الى مكانها الطبيعي ان شاء الله.